بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رمضان أقبل، قم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتل وصلاح. الكون معطار بطيب قدومه، روح وريحان ونفح أقاحي. صفو أتيحا فخذ لنفسك قسطها، فالصفو ليس على المدى بمتاحي. صفو أطيح فقد لنفسك قسطها، فالصفو ليس على المدى بمتاحي. واغنم ثواب صيامه وقيامه، تسعد بخير دائم وفلاحي. هذه عباد الله أيام السبق وأيام الشحن وأيام الإقبال على الله والمسارعة في الخيرات، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. فاعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما قدر له. رغبنا الله عز وجل في المسارعة إلى الخيرات والتنافس فيها والسبق إليها، سيما في مواسم الفضل وعظائم الأيام كهذه الأيام التي نزلت بنا. فقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بعد أن ذكر الله عز وجل ألوانا وصنوفا وأنواعا من نعيم أهل الجنة، رغبنا ودعانا جل وعلا إلى هذا النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، فقال جل وعلا: لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وروح المبادرة والمسارعة والسبق إلى الله جل وعلا شأن الكمل والصفوة من المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه
رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، يقول جل وعلا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. مدح الله عز وجل كوكبة من أهل الكتاب بقوله: ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. أثنى الله عز وجل على خلاصة العالم وهم الكمل من المؤمنين بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا شأن الكمل من عباد الله جل وعلا. فكن أخي على الأثر واهتف بها كما هتف الأول: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا شأن الكمل من المؤمنين، علموا أن الله عز وجل لا يخلف وعده، وتاقت نفوسهم لموعود الله، واشتاقوا للقاء ربهم جل وعلا، فتفانوا وسارعوا في مرضاته، حتى كانت منهم الأعاجيب، وقامت سوق العبودية بينهم على قدم وساق، وكان التنافس في مرضات الله عز وجل بين القوم على أشده. فهذا يقول: لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. والآخر يهتف بنفسه: ألا يا نفس ويحك ساعديني، بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. وثالث يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن يستأثروا بهذا الأمر دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا خلفهم رجالا. ورابع وخامس يقول: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله عز وجل أحد فافعل. أما سيد السابقين وإمام العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان آية في سبقه ومسارعته إلى الله جل وعلا. وحسبك من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الصارخ يؤذنه ويعلمه بالصلاة وثب. ولا والله لا يقال إذا سمع الديك أو الصارخ قام، وإنما وثب بكل ما تحمله تلك الكلمة المتوقدة من جد وعزم وحزم وهمة ونشاط وحرارة إيمان وإقبال وشوق على الله جل وعلا. فاهتف بنفسك يا أخي، وكن على الأثر، وقل كما قال الأول: وعجلت إليك ربي لترضى. واعلم أنك لن ترتقي هذا المرتقى العالي إلا بعون الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
وما توفيقي إلا بالله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصيته التالدة الخالدة لمعاذ رضي الله عنه: والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنفع دعاء وأفضل دعاء وأعظم دعاء وآكد وأهم دعاء ينبغي على العبد أن يتمحور حوله، فإذا هو سؤال الله جل وعلا العون على مرضاته. يقول شيخ الإسلام: فوجدت ذلك في الفاتحة في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا شأن الكمل من المؤمنين، يستعينون بالله جل وعلا على مرضاته، ويسابقون في مرضاته جل وعلا سائلين إياه العون والسداد والثبات على صراطه المستقيم. وقد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. وكيف لا وهو الذي قد قيل له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعصوم من عصمه الله جل وعلا فتعلق قلبه بالله، وكان دعاؤه وهجيراه صباحا ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولا إلى أحد من خلقك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وعجز وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. رمضان أقبل قم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتل وفلاح. الكون معطار بطيب قدومه، روح وريحان ونفح أقاحي. صفو أتيح فخذ لنفسك قسطها، فالصفو ليس على المدى بمتاح. واغنم صيام قيامه، واغنم ثواب صيامه وقيامه، تسعد بخير دائم وفلاح. قيام الليل معلم رئيس من معالم وملامح رمضان، ووصف لازم للمحسنين في رمضان وفي غيره، بل هو أول أوصافهم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا،
ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذا ليل المؤمنين أما المنافقون فليلهم ليل سوء وأحسن أحوالهم أنهم كالجيف المنتنة على أسرتهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة عباد الله الصلاة خير من النوم والتجلد خير من التبلد والعالي يسعى إلى المعالي ومن جد وجد وليس من قام كمن رقد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم أم حسب الذين أم حسب الذين اجترحوا السيئ قال سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستوون عند الله جل وعلا لا يستوي هؤلاء وأولئك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب من جد وجد وليس من قام كمن رقد فيا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما الكفارات فإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام عباد الله لحظات الليل غالية تحتاج إلى همم عالية فيا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد لحظات الليل غالية تحتاج إلى همم عالية يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن وقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء لحظات الليل غالية تحتاج إلى همم عالية وإلى أسباب لا بد أن يؤخذ بها آكدوا هذه الأسباب التي ترتقي بك إلى هذا المرتقى العالي ملتقى القائمين بين يدي الله جل وعلا
آكد ذلك أن تخفف ظهرك من الذنوب والآثام، وإلا فقد قال الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. ولما قيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: إنني لا أستطيع قيام الليل فصف لي دواء يعينني على ذلك، فدفع له الحكيم رشدة فحواها: لا تعصه بالنهار يقيمك بين يديه بالليل، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. لما شكى أناس إلى الحسن تعسر القيام عليهم قال لهم الحسن: أثقلتكم الذنوب، فتحرر أخي من ذنوبك واكسر قيودك وإياك وغدرات الخلوات، فإنها سلم الخذلان وسبب الحرمان. أخي، إن علمت وبلغك أن من جد وجد، ومن قام ليس كمن رقد، فاهتف بنفسك وألجمها بلجام الجد، وقل لها: ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم انصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.